تحية إلى جميع الإخوة من المقاومة الإيرانية الذين يعملون من عدة بلدان مختلفة. وقبل عقد مؤتمرهم السنوي خلال شهر يوليو لعام 2021، نتقدم إليهم خالص التحيات وخالص الأمنيات، فنحن نتمنى لهم أن يصلوا إلى غايتهم والتي بنيت على أساس الحق والعدالة في مواجهة نظام حليدي هو نظام الملالي الذي يحكم إيران الآن. وفي هذا الصدد فإننا نعلن تضامننا الكامل مع المقاومة الإيرانية، ونشد على أيديهم في أن يلتزموا بالسلمية للوصول إلى السلطة، فهذا حق لا يلامون عليه، وهم معارضة حقيقية ولكنها في ظل نظام حديدي لم تجد إلا التنكيل والقتل من خلال النظام الحاكم، نظام الملالي في إيران. لذلك فإننا نتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم التي نراها مسيرة حق وعدل، كما نشد على أيديهم في أن يلتزموا بسلميتهم، لأن هذا العصر عصر مختلف، وبالسلمية يستطيعون تحقيق العدالة والوصول إلى هدفهم. وكما يرى العالم كله الآن خطر نظام الملالي في إيران، فإننا نرى في المقاومة الإيرانية حائط صد لهذا الخطر الذي من الممكن أن تذهب آثاره إلى العالم كله. مرة أخرى تحية إلى المقاومة الإيرانية. شادي طلعت، المدير العام لمنظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية.